ليه فاكرين اننا باقين؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت عرس المؤمن. كتير من الناس لما بيسمع كلام عن الموت وخروج الروح بيشعر بالخوف والرهبة، وبيبقى عايز يغير السيرة لأن نفسه ينسى لحظة الموت. محتاجين نغير نظرتنا عن الموت. صحيح الموت صعب، وأصعب ما فيه فراق الأحبة، لكن إزاي نخاف من الموت وهو بداية اللقاء بأغلى حبيب في حياتنا هو الله سبحانه وتعالى؟ أنت طول حياتك بتعبد إله عظيم وأنت ما شفتوش، أنت عشت حياة طويلة تسمع فيها عن كرم الله ورحمته، وجات اللحظة اللي هتشوف فيها الرحمات بتنزل عليك. إزاي نخاف من الموت وانت هتقابل رب كريم أحن عليك من أمك وأبوك؟ كان الإمام مالك رحمه الله في آخر لحظات حياته يغشى عليه ويفيق ويقول لمن حوله: والله إنكم ستشاهدون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. قيل لأعرابي وهو في سكرات الموت: إنك ستموت. فقال: وإلى أين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله. فضحك الأعرابي وقال: بخن بخن، فما أجمل الموت. قيل له: وما دفعك على قول بخن بخن؟ إنك ستموت. فقال الأعرابي: وما لي لا أفرح وأنا أقبل على من لم أرى الخير إلا على يديه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: يا عائشة، ليس الأمر كذلك، ولكن إن العبد المؤمن إذا جاءته ساعة الموت يرى مقعده من الجنة فيحب لقاء الله، وإن العبد الفاجر ساعة الموت يرى مقعده من النار فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. الموت حقيقة لا مفر منها، ولكن بالنسبة للمؤمن عرس، قنطرة بتوصله إلى النعيم المقيم والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. والتحفة هي الهدية الثمينة مقابل العمل العظيم. خلاص انتهى التعب وجا يوم التكريم، انتهى التكليف وجا يوم التشريف، انتهى السعي وجاءت ثمرة السعي، انتهى العمل وجاء يوم الجزاء. جاء اليوم اللي يتقال لكل مؤمن: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أسعد لحظات المؤمن يوم لقائه بربه، لأن ده اليوم اللي هتجني فيه تمن عبادتك كلها طول حياتك، اليوم اللي هتجني فيه ثمرة صلاتك وصيامك وحجك وتربيتك لأولادك وسعيك بين الناس بالمعروف وعفوك عن الناس الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اللهم اجعلنا منهم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الموت راحة للمؤمن، خلاص مفيش هموم ولا ديون ولا مشاكل. بالموت ينتقل الإنسان من دار الآلام والأحزان إلى دار الفرح والسرور.
دخلت فاطمة رضي الله عنها على أبيها صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فقالت: وكرب أبتاه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا: ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدواب. الناس بتكره الموت عشان ذنوبها كتير وعشان نسيت آخرتها والدنيا ضحكت عليهم. يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهم، فاختر لنفسك أي الدار تختار. الموت عرس المؤمن. يا ترى إيه أسعد يوم في حياتك؟ يوم نجاحك وحصولك على الدكتوراه، ولا يوم جوازك اللي بيقول أسعد يوم في حياتي يوم جوازي عشان ربنا هيجمع بيني وبين زوجتي اللي بحبها في الحلال، واللي بيقول أسعد يوم في حياتي يوم نجاحي يوم تخرجي، لأني بحس إن ده يوم بحصد فيه سهري وتعبي وثمرة مجهودي. تخيل إن أسعد يوم في حياة المؤمن هو يوم وفاته، لأن ده يوم الجايزة ويوم التكريم. اقرأوا سيرة الأنبياء والصالحين وانتوا تعرفوا إن أسعد لحظات حياتهم هي لحظات وفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يرفع يده ويقول: بل الرفيق الأعلى، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان بيخير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. نبي الله يوسف عليه السلام على الرغم من الملك والغنى والتمكين الذي كان فيه، طاقت نفسه إلى جوار ربه واللحاق بقافلة الصالحين، فدعا ربه قائلا: ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إزاي نكره الموت وليس بين المؤمن ورؤية الأنبياء والصالحين إلا أن يموت العبد؟ بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت، صاحت زوجته تقول: وحزناه. فقال لها: لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إزاي تخاف من الموت وليس بين المؤمن وبين دخول الجنة إلا الموت؟ عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي: نعم. فقال عمير: بخن بخن. فقال النبي: وما يحملك على أن تقول بخن بخن، يعني الله الله؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، نفسي أكون من أهل الجنة.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فأخرج تمرات من جعبته فجعل يأكل منها، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أأكل هذه التمرات إنها إذن لحياة طويلة. فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. دخلوا على عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت ينازع الموت، فقالوا: يا ابن عبد العزيز، قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، يذكروني بك وذكرك في فمي وجمالك في وجهي وحبك في قلبي، فكيف تغيب؟ أغيب وظل طائفي لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وما لي غير باب الله باب، ولا مولا سواه ولا حبيب. الموت عرس المؤمن. ما نستغربش من العبارة، لأن في ناس يوم ما يموت بيبقى عريس عند ربنا. ولما نعرف كمان إزاي بتخرج روح المؤمن، وربنا سبحانه وتعالى قد إيه بيبشر عباده المؤمنين بأعظم البشريات في أصعب اللحظات، في اللحظات الأخيرة من الدنيا واللحظات الأولى من القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لينا لحظة خروج الروح بأدق وصف، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد بصره. أول التكريم تنزل عليه ملائكة الرحمة بأعداد لا حصر لها، معهم كفن من الجنة مكتوب عليها اسمك، وأجمل عطر من الجنة مخصوص ليك نزل عشان تطمنك وتقولك: ما تخافش من اللي جاي ولا تحزن على اللي فات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وينزل ملك الموت في أبهى صورة ويجلس عند رأس الميت ويقول له: أيتها الروح الطيبة، كنت في الجسد الطيب، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ده أحلى خبر يسمعه المؤمن في حياته. قال أحد العلماء: إن العبد المؤمن وهو يتنقل في نعيم الجنة لا ينسى أبدا طعم وحلاوة بشارة ملك الموت له عند خروج الروح. قال: فتخرج روح المؤمن فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كأنك جبت إزازة مية متبقي فيها قطرات بسيطة بتفضيها بالراحة، فتسيل هذه القطرة بسهولة وهدوء. هكذا تخرج روح المؤمن من غير ما تشعر، وهنا تنفصل الروح عن الجسد ويتحول الإنسان لجثة هامدة. يبقى أهل الميت واقفين بيبكوا مشغولين بالغسل والتكفين، وأهل السماء فرحانين بالعبد المؤمن وبيزفوا للسماء. فتخرج روح المؤمن فلا تدعها ملائكة الرحمة مع ملك الموت طرفة عين،
ثم يضعونها في الكفن ويعطروها، ثم يصعدون بها إلى السماء السبع فيشيعه من كل سماء مقربوها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده وينزل القبر، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيخيل العبد المؤمن، فيخيل إليه أن الشمس تغرب، فيقول لهما: دعاني حتى أصلي العصر، سيبوني أصلي العصر، شوفوا القلب المعلق بالصلاة. فيقولان له: انتهى العمل، هذه دار الجزاء. فينزل الله عليه السكينة، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن نبيك؟ فيقول: ونبيي محمد الذي أحببته أكثر من نفسي، فغضضت بصري وحفظت فرجي قدوة به صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، ده اليوم اللي طول حياتك كنت تعبان عشانه، ده يوم فرحك الحقيقي. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك وصيامك، أنا قراءتك للقرآن، أنا سعيك بين الناس بالخير. فيقول العبد: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الموت عرس المؤمن، في إيدك يكون يوم وفاتك أسعد يوم في حياتك، وفي إيدك يكون يوم وفاتك أكبر مصيبة في حياتك. اختار أنت النهاية لنفسك. الإنسان لما بيشوف مسلسل أو فيلم هادف وتكون النهاية حزينة بيزعل. إزاي تقبل أنت؟ إزاي تقبل أن نهايتك أنت تكون حزينة؟ تحب تكون من السعداء ولا من الأشقياء؟ فمنهم شقي وسعيد. تحب تطلع من الدنيا كسبان ولا تطلع من الدنيا خسران؟ تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. في إيدك تخلي قبرك روضة من رياض الجنة، وفي إيدك تخليه حفرة من حفر النيران. في إيدك يكون يوم وفاتك يوم فرحتك الكبيرة، يبقى زوجتك وولادك بيبكوا عليك من مرارة الفراق، وإنت سعيد فرحان شايف الملائكة حواليك بتبشرك بالجنة. يا ابن آدم، ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاختر لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. العبد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكر، فلما أخذ يشهق بكت ابنته عند رأسه، فقال لها: يا بنيتي ما يبكيك؟ قالت: يا أبتاه،
أخاف عليك مما أنت مقبل عليه. قال لها: لا يا بنيتي، لا تبكي علي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة لأجل هذه الساعة. ختمت القرآن كم مرة في حياتك؟ خليك مع المؤمنين الطيبين، بالله عليك، إنسان بسيط عاش طول عمره مصلي محب للخير، عمره ما ظلم حد، يخاف إزاي من الموت؟ قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الإمام عبد الله بن المبارك عندما نزل به أجله ضحك بعد أن شخص بصره إلى السماء وتلا قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. يلا من دلوقت نجهز نفسنا ليوم اللقاء، خد قرار وارجع لربنا، ده ربنا حنين والله، عمره ما كسر بخاطر حد، انت بتعبد رب كريم يغفر الزلل ويقبل القليل من العمل. توب لربنا دلوقت وأبشر بأعظم بشارة، ستبدل سيئاتك إلى حسنات تفتخر بها يوم القيامة، وتصبح لحظة وفاتك من أجمل لحظات حياتك. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم آمين. الدنيا رحلة والكل شيء آخر، واخدين معانا ايه ينفعنا في الآخر، بنخرج منها زي ما جينا، ولا أموالنا ولا أهلينا، غير أعمالنا شهد علينا، غير أعمالنا شهد علينا. عمري بيجري ومش حاسين، سنة ورا سنة بيجيبوا سنين، الزرع خيرك فكر غيرك، ليه فاكرين اننا باقيين، ليه فاكرين اننا